الأفراد اعتقلوا عن طريق الاختطاف في تاريخ 29/11/2012. بعد أسبوع علمنا عن اعتقاله عن طريق موقع الداخلية الرسمي والصحف الرسمية. في يوم ثاني من تاريخ إعلان اعتقاله اتصل فينا رضي من رقم متنقل مجهول وخبرنا أنه موجود في التحقيقات. رضي بعد أسبوع من الاتصال اتصلوا فينا التحقيقات على أن عندنا زيارة إليه في مبنى التحقيقات نفسه. هذه كانت أول زيارة إليه، منها كانت عرفنا أنه اعتقل في تاريخ 29/11، أي قبل أسبوع من اتصاله. في هذه الزيارة كانت مراقبة مشددة بوجود المخابرات، بوجود أجهزة التنصت، كاميرا الفيديو، وكان رضي ما يقدر يفصح إلينا عن أي شيء يتعرض إليه في خلال هذه الفترة. بعد 5 أشهر من معاناته في سجن الرفاع المهجور، تم نقل رضي والمعتقلين 5 اللي وياه في القضية جميعهم إلى مركز الحوض الجاف. في الحوض الجاف في الزيارات عرفنا من رضي بعض معاناتهم اللي عانوها في سجن الرفاع الشرقي. رضي تم توقيفه 6 أيام متواصلة من أول يوم اعتقاله، وبعض المعتقلين اللي معاه وقفوهم 15 يوم بدون صلاة، ما أن يتعب ويسقط ينهالون عليه بالضرب والركل والشتم. القيد دائما بالأفكاري من الخلف، ووقت الوجبة يحطون الأفكاري من الأمام. في سجن الرفاع الشرقي في البداية كانوا في الانفرادي، وجباتهم سيئة تحتوي على حشرات، ديدان، أشياء متعفنة أحيانا، وحتى في بعض المرات وأكثر من مرة يقدمون لهم الحليب منتهي الصلاحية أو شرف على الانتهاء. الماء يحتوي على طحالب، الإضاءة 24 ساعة شغالة في الزنزانة، الشرطة أو العسكريين اللي متواجدين في نفس المركز يتعمدون الوقوف أمام باب الزنزانة للحديث طوال الليل. وقبل أذان المغرب بنص ساعة يقدمون إليهم وجبة الغذاء. يحاول العسكري متعمد أمام المعتقل رمي نصف الوجبة في القمامة ونصف الآخر يعطيها إياه. كانوا يتعرضون إلى التعذيب عن طريق العقرب، عن طريق الفيلقة، بالصعق الكهربائي. العقرب من آثاره إنه يسبب كسر في الظهر أو آلام شديدة في المستقبل. حاليا رضي يعاني من هذا الشيء، آلام في الظهر، رضوض في الركاب. الإيدة من آثار العملية اللي كانت قبل لا زال يتألم فيها، وقاعد يطالب إنه يجرون إلى عملية أخرى لأن عنده آلام شديدة فيها. وكانوا قبل لا ينقلونهم إلى النيابة وحتى قبل الزيارة، بعض المعتقلين في هذه القضية يعطونهم حبوب لفقدان الذاكرة، وفي بعضهم أجبروهم على حبوب سببت لهم الهلوسة في داخل الزنزانة نفسها. قبل أسبوع قامت المرتزقة بالهجوم على عنبر 10 اللي يحتوي على قضايا تفجيرات جيش الإمام وقضية 5 وبقايا تفجيرات، وقمعوهم باستخدام مسيلات الدموع والهروات. احنا كعوائل المعتقلين نطالب بوقف انتهاك التعذيب اللي قاعد يصير في معتقلات وسجون البحرين، واعتقد ان الشعار اللي قاعد يتداول في الآونة الأخيرة إن البحرين عاصمة التعذيب فعلا تستحق البحرين بجدارة.